مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن تامر، زي ما اتكلمنا عن مشاكل دفاعيه موجوده في سيراميكا، هتكلم عن برضو مشاكل ولكن في الثلث الهجومي عند الداخليه مع كابتن رياض شحاته، يمكن من اسوء خطوط الهجوم موجوده في الدوري المصري حتى الان. بتتكلم تسجل 3 اهداف في 7 مباريات، فيعتبر يعني اضعف خط هجوم يعني زيه زي سموحه. ازاي كابتن رياض شحاته ده اضعف خط هجوم؟ حرس الحدود جايب جون واحد. يعني ما بقولك زي وزي سموحه وبعديه واقل منه كمان حرس الحدود. النهارده ازاي كابتن رياض شحاته يشتغل على ده ويخلق حلول هجوميه، ولا هي دي كواليتي اللعيبه اللي موجوده مع كابتن رياض شحاته؟ احنا قلنا هو ما عملش تدعيمات قويه، رغم ان انا بشوف ان عنده لعيب مميز جدا اسمه سيرجي اريك. يعني هو لسه ما جابش اهداف، بس واضح ان هو في معظم الماتشات هو لعيب لمسته كويسه وخطر على طول على المرمى. برضو عنده سمير فكري لعيب كويس. يعني زي ما برضو كابتن اسامه كان قال ان انت في الاخر بتلعب بثلاثه هاف ديفنس، ولا بتدافع كويس ولا طب تستفيد بقى، يبقى حط واحد من الثلاثي يبقى بيزيد، لان انت في الاخر مش هينفع تهاجم بثلاثي فقط الهجومي اللي يعني سيرجي اريك وسمير فكري واحمد رشيد اللي هم لعبوا الماتش اللي فات، هم دول الثلاثي الوحيد اللي بيهاجم، فلازم يبقى في زياده من حد من نص الملعب او حتى من الاطراف. الاطراف برده ما بيزيدوش بصوره كبيره. فانا شايف ان الداخليه لازم كابتن رضا شحاته يبتدي يجازف، ما يلعبش على نقطه التعادل، لازم في ماتش يجازف يلعب بهجوم، لان احنا شفنا برده الماتش اللي فات اسوان فريق صاعد زيه قدر في 5 6 دقايق يرجع يتعادل مع سيراميكا 2-2، فعارف ان هو قادر ان هو يهدد ويبقى خطر على مرمى سيراميكا. فاعتقد ان رضا شحاته النهارده هيجازف وهيحاول يبقى المبادره من عنده، علشان انا بشوف ان الداخليه لو قدرت تبقى المبادره منها وقدرت تحجز هدف، الماتش هتسهل ليها، لان سيراميكا هيبقى فيه مساحات اكتر، بالاخطاء الدفاعيه اللي بتحصل في دفاع سيراميكا اعتقد لو دخل فيهم هدف الموضوع الامور هتتسهل لفريق الداخليه.